أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة، وانتشرت كمية من الغيوم المتوسطة والعالية في غرب المملكة، هي ناتج عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. عملت هذه الغيوم على هطول زخات متفرقة من الأمطار، أيضا حبت رياح البوارح في المنطقة الشرقية وعملت على إثارة الأتربة والغبار. صور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية في غرب المملكة، هي ناتج عن حالة من عدم الاستقرار الجوي أو حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار، في حين ساد طقس صافي في باقي مناطق المملكة. نذهب الآن لقراءة توزيع الرياح المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، حيث تبقى المنطقة الشرقية ومنطقة حفر الباطن والإحساء وأجزاء من شرق على الرياض تتأثر بهبوب لرياح شمالية غربية أو ما يعرف برياح البوارح الموسمية التي تهب خلال فترة الصيف. تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. خلال ساعات الليل والمساء تتراجع شدة هذه الرياح وتهدأ قليلا على أن تعود وتنشط مجددا خلال ساعات الظهيرة وعصر يوم الأربعاء، وتعود وتهدأ مجددا خلال ساعات الليل وتنشط أيضا خلال ساعات ظهيرة وعصر يوم الخميس. تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل يومي في المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن وأيضا منطقة الإحساء وأجزاء من شرق منطقة الرياض. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود الأجواء صافية مع حدود 30 درجة مئوية، المحسوسة 30 درجة مئوية، الرطوبة حوالي 56% والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء والخميس والجمعة تبقى درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير 45 درجة مئوية خلال الثلاث أيام القادمة، أما الصغرى تسجل ما بين 31 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس وال 33 درجة مئوية خلال ليل الجمعة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.